أنا وزعت تبارك الله. كيش بالي ولا كيش باليك؟ واه شو نقول لك؟ واه وكيش بالي صراحة يطلع بوقوس بحالي. طاهرة؟ مالك حسن؟ طاهرة مالك حسن؟ الدري زهري أبيلي والله كي غنديرو؟ كي غنديرو في هذه المصيبة يا ربي؟ كي غنديرو في هذه المصيبة؟ يا ربي شنو غنديرو دابا حسن؟ صاحبي صبر صبر على الطاهرة. سمعي أنا عندي واحد الحل زوين. شنو هو؟ غادي نحاول نخفيه حتى واحد ما يعرف الدوار بلي ودنا زهري. صافي صافي مش خافيش. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. العالم ديال الجن والشياطين والعالم ديال البشر هما عالمان مختلفان. العالم ديالنا حنا البشر كيقدروا يشوفوا هما، يجلسوا معنا، يلعبوا معنا، يكونوا حاضرين في اي بلاصه كنكونوا فيها. المهم هاد اللحظه غادي تكون بوحدك وكتصنط ليا، غادي يكون وحدك وغادي يقولوا لك ديما سفيان ستوريز. مش خافوش غنضحك معكم، حيت اصلا الجن حتى هما خلقهم الله كيف ما قال سبحانه وتعالى في سورة الداريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المهم كيف ما قلت لكم بالنسبه للعالم ديالنا هما كيقدروا يشوفوه، ولكن بالنسبه للعالم ديالهم ما كنقدروش نشوفوه. والتواصل بين العالم ديالنا والعالم ديالهم كاين، وبطبيعه الحال معروف بالسمعه الخيبه ديالو، وهذا الشيء كامل بسبب التسخير والسحر والشعوذه. وحنا جوج كنستغلوا بعضياتنا في اننا نقضيو المصالح ديالنا. اصعب انواع البشر هما هادوك اللي كيعبدوا الجن، وهذا الشيء كامل على قبل التسخير. وهادو قال عليهم الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام: وجعلوا لله شركاء الجن. وكاينين بزاف ديال البشر اللي كيستغلوا الجن انهم يكونوا سحارة، حيت البشر كيعتبروا السحر قوة كيمتازوا بها على باقي البشر. داكشي علاش الشياطين استغلوا هذا الاعتقاد هذا وعاونوا بزاف ديال السحارة انهم يكفروا بالله، وبهذا الشيء ضربوا عصفورين بحجر واحد. الاول خرجوهم من الدين ديالهم، والثاني نشروا الفساد بيناتهم. هاد الحرب كانت بكري ومازال حتى اليومين هذا. قبل ما نبدا لكم الحكاية ديالي غادي نقول لكم واحد المعلومة مهمة بزاف وخطيرة. كل عام في المغرب كيموتوا بزاف ديال الأطفال، وهذا الشيء كامل بهدف أنهم يلقاو الكنوز. وهاد الأطفال كلهم كيختفيوا بطريقة غريبة، ومن بعد مدة كيلقاوهم الأهالي ديالهم ميتين في إقليم تارودانت، بالضبط في جهة سوس ماسة، في جماعة القروية أونين، في دوار البوار. في واحد الليلة باردة كانت الوالدة مسكينة كتقاتل وكتعصر بوحدة مسكينة كتقاتل واحد الغرفة اللي كانت متلجة، وكان ديك الساعة كيطيح التلج. وحتى القابلة اللي كانت غادي تجي تولدها كانت مقطوعة على الطريق. كان الوالد مسكين كيحاول يعاونها باش ما كان غادي جاي، ومن بعد سيرها طويل بزاف كان كله ألم. خرجت أنا كنغوت وكنهلل، هزني الوالد وفرح وقال الوالدة: ولد الطاهرة ولد. الوالدة سخفانة مسكينة، ورغم ذلك زغرتات قامت تستغرب. وقع هكا بزاف ديال الأمهات في المغرب، المغرب المنسي، كيولدوا فين مكان في قاع الظروف بحالهم بحال المشاش. وبزاف ديال الأمهات كيموتوا بسبب الولادة، وانتوما في المدينة كتشيخوا علينا السبيطارات والكلينيكات والسبوعات ما كاين باس. ناس سولت الوالدة على زغرتي ملي تزاديت، قالت لي كانوا كيموتوا ليا بزاف بسبب الجو، وانت كنتي اخر محاولة. والحمد لله جاب الله التيسير. العلاقة بيني وبين والدي كانت زوينة بزاف، وكانوا كيهتموا بيا لأقصى درجة. بحال جيت انا وحيت لهم واحد الفراغ، بحال جيت ورديت لهم حياتهم بالالوان من بعد ما كانت كحل ابيض. كانوا كيخافوا عليا لواحد الدرجه كبيره ما كتصورش. السنوات الاولى ديالي عمر الوالده محطاتني الارض، ديما مركباني وكتدور بيا، ما عمرها خرجاتني للزنقه،
وكأنها كانت خايفة عليا من العين. ملي وصلت 7 سنين كانت كتقول لي عمرك عمرك ما تخرج لسانك وعمرك ما تبين راحة يديك لأي واحد كيف ما كان، وإلى درتي هاد الشهادة غادي ياكلك الغول. كنت كنخاف من الغول، حيت ديما كتقول لي الوالدو كنبقى نتخيلو كدير، كنتخيلو ودني طوال وعدو النياب خارجين وغادي ياكلني. من كثرة هاد الهضرة كنت كنسمعها ديما مع الوالد والوالدة، وليت كنخاف من شي حاجة سميتها الغول. داكشي علاش كنت كندير بكلامو، عمرني حليت يديا وعمرني حليت فمي قدام البراني، والوالد كان ديما مدرك لي عينيا راضني بحال دوك القراصنة. كنت مازال صغير وكانوا هادو هما الشروط باش نقدر نخرج نلعب قدام الباب. بقيت ديما هكا حتى وصلت ل8 سنين. فهاد السنة هذا بديت كنفهم بزاف ديال الحوايج، وبديت كنتعرف على المنطقة ديالنا اللي فيها انا، وعرفت بلي ما كاين لا غول لا والو، وغير الوالدة كانت كتخلاني. عجبتني بزاف المنطقة اللي فيها حنايا، كانت فيها الطبيعة والجبال والمناظر زوينة بزاف. واللي عجبني اكثر هو انه هنا الناس مسالمين وكيبانوا ناس بسطاء، يعني العيشة معهم كتكون زوينة بزاف. ولكن حاجة واحدة اللي ما كانتش مخلياني انني نستمتع مزيان بهاد الشهادة، وهي التعنكيشة هادي. كنت مخارج وحازم يدي، ودار لي الوالد واحد لعيبة مدرك لي باعيني. كنت كنحس بلي انا ماشي بحالي بحالهم، الدراري كلهم كيلعبوا كيجريو كيشدوا في بعضياتهم، وانا غير كنبقى نشوف فيهم من بعيد بحال شي معاق. حسيت بلي انا فعلا معاق. كنت كنتمنى لو تزاديت بحال هكا وماشي مشكل، يكون داكشي ديال الله، ولكن بلي تكون عارف راسك انك قادر تشد، قادر انك تدوي، قادر انك تعيش الحرية ديالك. ولكن ما كديرهاش، هنا كتعيش واحد الحياة صعيبة بزاف وأزمات نفسية كتمر عليك. ملي تعرفوا لي الناس ديال الدوار كلهم ولاو كيعتبروني معاق، ولفت هكا، وهادشي ما بقاش كيخلق لي مشكل مع المدة. كنت كنبقى نلعب في الدار بكل حرية، كنقز وكنرون الدنيا. وهاد النهار كنت كنلعب بواحد اللعبة وبقيت كنتخزن وكنعتبرها هي العدو. كنبقى ندور في الدار بحال شي عسكري زعما، وكنقلب على داك العدو، غير كنوصل كنبدا نطلع عليها. اللحظه اللي هزيت يدي بحال هز فردي زعما، وقلت ليها بيون، زعما ضربتها بالقرطاس، هو يطيح داك النونوس. قفز من بلاصتي ومشيت كنجري، حليت الباب وغادي بالجهد وكنغوت. تزاطحت نيشان مع الوالد، غوت عليا عثمان، هزني ودخلني وبدا كيتفرقع عليا. علاش ما غطيتيش عينيك؟ علاش؟ واش غادي نبقاو ديما كنهو معاك؟ توي غادي خارج كتجري ويدك مسرحه، علاش؟ بقيت كنشوف فيه وخايف اكثر من الخوف ديال النونوس اللي طاح. هبط عندي وقال لي يا ولدي راه على قبل مصلحتك، انا راه خايف عليك. قلت لي علاش خايف عليا الوالد؟ قول لي، راه من حقي نعرف. عنقني وقال لي اسمع يا ولدي، غادي يجي الوقت اللي غادي تعرف فيه كل شيء، كنوعدك، وغادي تعرف علاش كنديروا معاك هاد الشيء هذا. ديك الليله قام نعس كاع، بقيت كنفكر في داك النونوس اللي طاح، كيفاش حتى طاح؟ بقيت كنهز في الماطا وكنشوف فيه. هزيت يدي عاود تاني، وبديت كنيش فيه بحال هز عليه فردي، وبقيت كندير بيون بيون، والو ما تحركش داك النونوس. بقيت كنضحك ورجعت فيه الروح، وقلت في يمكن هذه غير صدفة. والله تحمق أنا. مهم، مع الوقت عاود تاني تكررت معايا نفس التجربة. بديت كنحس بلي كاين شي واحد كيلعب معايا في نفس الدار، وكيلعب بالألعاب ديالي. وأنا واخا كنت باقي صغير كنت شيطان في التحرميات، حطيت دوك الألعاب في بلاصة أخرى
من اللي رجعت لقيتهم تحولوا. تم تأكدت باللي كاين شي واحد آخر معايا في الدار كيقصر معايا. كنت ديما كنعاود نفس البلان وعاود تاني كيتحولوا الألعاب ديالي. تل ديك النهار جلست مع الوالدة وبقيت كنسول فيها. قلت لها الوالدة واش كنعيشو بوحدنا في هاد العالم؟ شرحت لي باللي كاين من غير الأسماك والحيوانات والبشر والحشرات والميكروبات كاين الجن، حتى هما كيعيشوا معنا في هاد العالم هذا، غير هما ما كنشوفوهمش. يعني قدروا يكونوا كيدوروا حدانا كيشوفونا هما، ولكن احنا ما كنقدروش نشوفوهم. ديك اللحظة بديت كنستوعب باللي ممكن يكون جني هو اللي كيلعب ليا بالألعاب ديالي. حتى لواحد النهار زعمت وتغلبت على الخوف وبديت كنلعب مع داك الجني على أساس أنه كاين معايا في الدار. وفعلا كنت كنلقى تجاوب. من بعد فترة وليت كنلعب معاه وكندوي معاه بحالها صاحبي وعشيري. يوم على يوم العلاقة ديالنا ولات مزيانة. وليت كنحس باللي شي واحد كيونسني في الدار، حيت ما كنتش قادر نلعب مع ولاد الدوار. وليت كنبغي نبقى في الدار بوحدي، والوالدة والوالدة ما فهموا والو، وانا ما كنتش كنحمل الدار. وليت كنلعب وكندوي وكنتصرف كما لو معايا شي واحد بشر ماشي جني. واحد النهار بديت كنلعب شويه ما بقاش تجاوب، بقيت كنعيط فينك ايو فينك. ملي درت لقيت الوالدة ورايا كتشوف فيا باستغراب وكتقول هذا مالو. درت راسي غير كتكلم ومشيت كنجري على النقطة. هبطات عندي وقالت لي اسمع، اللحظة اللي كنت خايفة منها راه قربات، راك غادي تولي تمشي للمدرسة وبلا ما نوصيك يديك ما تحلهمش نهائيا ولسانك ما يشوفو حتى واحد. انا غادي نوصي ولاد وبنات الجيران يعاونوك تمايا، وراني دويت مع الاساتذة وشرحت لهم الوضعية ديالك. حافك ولدي دير هادشي اللي كنقول لك. قلت لها صافي الوالدة كوني هانية. غير هو الوالدة حتى انا بغيت ندلعب مع الدراري في الزنقة نجري معاهم نشدهم يشدوني، انت الوالدة. قالت لي صبر ولدي غير بين ما كبرتي وبلما تسولني ودير داكشي اللي قلت لك. عجبني الحال انني غادي نمشي للمدرسة واخا بهاد الشروط هادي. مهم من بعد سيمانة فقط داك الصباح ومشينا بكري انا والوالدة، تمينا غادين وانا غادي فرحان بالشكارة ديالي. المدرسة بعيدة بزاف والشكارة تقيلة. وصلتني الوالدة ورجعت دوز ديك الحصة والدراري كانوا من دواور كاملين اللي قراب لينا، كلهم داو كينعتو فيا وكيقولوا خو عايشة قنديشة، هذا خو عايشة قنديشة. ما عرفتهمش علاش كانوا كيدويو، ولكن دخل الاستاذ وسكتهم. مهم تعرفنا على بعضياتنا كاملين، حتى واحد ما بغى يجلس حدايا. ملي كملنا وتمنا خارجين كلشي غادي مبعد مني وخايفين بحال غادي نعاديهم شي حاجه. خرجت وتميت غادي في حالي ما فهمت والو، بقى في الحال حسيت بالتنمر. ولكن شكون هي عايشه قنديشه؟ بقيت غير غادي ومستغرب. واحد اللحظه لقيت راسي قدام جماعه ديال الكلاب، تميت دايز ودير راسي ما مسوقش. وبلا ما نعاود لكم على الكلاب ديال الدوار ناري، تميت غادي وما كنديرش الحس، غادي وحادر راسي. غير قربت من حداهم يتشدني واحد العطسه، اش غنقول لكم الخوت، بقيت كنقاوم ولكن في الاخير عطست بالجهد. الكلاب قفزوا، واحد فيهم ما عرف راسو باش تبلى فاق وبدا كينبح والتم جاي قاصدني نيشان، والاخرين تبعوه كاملين. يلا بغيت نجري وانا نطيح وهما يتموا جايين ومخرجين نيابهم. وهاد اللحظه بداو كيشوفوا ورايا وهربوا بواحد الطريقه غريبه بزاف. ملي درت ورايا ما لقيت والو، مصدوم نطت وكملت طريقي. وتفكرت يمكن داك الجن اللي كيلعب معايا في الدار هو اللي عاوني. غير دخلت للدار بديت كندوي وكنقول لي شكرا حيت عاونتيني اليوم. بدلت حوايجي وجات الوالده وجدات لي ما ناكل وقالت لي
كيف داز النهار الاول ديالك في المدرسه؟ معك ديال الوالده. شكون هي عايشه قنديشه؟ صدمات وحلات لها الهضره. قلت لي شكون قالها لك؟ قلت لها الدراري في القسم. ديك اللحظه دخل الوالد وحسيت بها بحالة تنفسات وقدرات انها تهرب من هذا الجواب. مشات عند الوالد وبدات كدوي معاه. ديك الليله قام نعس كاع وبقيت كنفكر شكون هي هاد عايشه قنديشه وكيفاش قالوا لي انا خوها. نعس هاد الليله هادي وفي الصباح فقت ما لقيت حتى واحد في الدار. وانا ما كانش عندي القرايه، بقيت غير في الدار. بديت كنقلب وكنبقشش في الدار كلها على شي دليل. مشيت لبيت النعاس ديال الوالده وبقيت غير كنقلب والو ما لقيت حتى شي حاجه. شويه وانا نسمع شي حاجه كتحرك في الماريو. قربت من هذاك الصوت، ما حد كنقرب ليه، ما حد كيتجهد. ديك اللحظه وانا نحل الباب ديال الماريو وانا نلقى شي حاجه كتمشي وكتجي. ملي حيت الحويج بانت لي واحد السنيقه، غير شفتها ما بقاش داك الصوت وما بقاش كتحرك. عرفت ديك اللحظه بلي داك الجن غادي يكون عاوني عاوتاني، عاوني انني نوصل ليها. جبتها وحليتها، لقيت فيها بزاف ديال الحويج بحال الالعاب ديال شي بنت صغيره وفي ليلات ديال الشهر. ولتحت لقيت تصاور ديال بنت صغيره وكتشبه ليا بزاف. ومن بعد لقيت صويره ديال نفس البنت مع الوالد والوالده. ومن بعد عاوتاني لقيت الصوره الثالثه وكانت ديال ديك البنت وفي شي مدرسه. قلبت الصوره ونلقى سميتها عائشه. تصدمت بزاف وتاكدت بلي هذه اختي. ولكن علاش عمرهم ما دواو ليا عليها؟ تكون ماتت زعما. هزيت الصويره ديالها، رجعت الصندوقه كيف كانت وبقيت كنتسنى في الوالده. ملي دخلاتها كانت هازه في يديها واحد القفه، شافتني كنشوف في التصويره وهي طلقها من يديها. بقات واقفه مصدومه كتشوف فيه. قلت للوالده شكون هاد البنت هادي؟ كتشبه ليا بزاف وانا متاكد بلي كتجيني شي حاجه. لا متاكد بلي هادي اختي. فين هي؟ جات عندي الوالده وبدات كتبكي وقالت لي هادي اختك عايشه وراها ماتت مسكينه. كانت شخصيتها قويه بزاف واللي دوا معاها كضربو، داكشي علاش سموها عايشه قنديشه. بقى فيا الحال، تمنيت لو كانت مازال حيه. احساس زوين تكون عندك اختك ولا اخوك. الوالده بكات بزاف وكانت متاثره لواحد الدرجه كبيره. ما بغيتش نزيد عليها وسديت الموضوع. المهم بعد عندي تفسير بعدا وعارف باللي ديك البنت هي اختي. درقت عيني وكمشت يديا وخرجت يضربني شويه ديال البرد. بقيت غير غادي كندور في الدوار. ملي كنت راجع عفطت على مسمار، بقيت كنغوت وكنشوف في اليمين واليسار. ملي ما بالي حتى شي واحد حاولت انني نوض، الدم بدا كيخرج ليا من رجليا. بقيت غادي بالزربه واحد اللحظه غادي ندور. تصدمت ملي لقيت المشاش كحليين بزاف كيلحسوا ليا الدم ديال اللي كيخرج ليا من رجليا. تخلعت وطحت الارض. جا وحده رجلي وبداو كيتضاربوا بحال بانت ليهم سردينه. شكون غادي يلحس الاول؟ بقاو كيتضاربوا كيلحسوا ليا في الدم ديالي. من بعد جا واحد الكلب كحل كبير وجرى عليهم كاملين. بقى كيشوف فيه. من بعد هو يعلق داك الكلب، ما فهمت والو انايا. بقيت كنستغرب من داك المنظر. قطعت التيشورت ديالي وحزمت رجلي وتميت غادي بالزربه. دخلت للدار وعيطت على الوالده. جات كتجري مخلوعه، غير شافتني كانت غادي تغيب. قالت لي مالك اش وقع؟ قلت لها الوالده راه عفطت على واحد العود وكان فيه واحد المسمار صغير وجرحني في رجليا. هزات لي رجليا وبقات كتشوف فيها
وقالت لي ياه وشي واحد شاف الدم ديالك؟ قلت لها لا، لما شافني تواحد، اصلا تواحد ما كان. علاش الوليدة؟ قلت لي ياه والو تعال نداويك، خاصني ضروري نعيط لباباك يديك الفيلاج باش دوك برا، راه مسمارتي يكون مصدي وقام مزيان ليك. جا الوالد وداني الفيلاج ودق لي البرا ضد التسمم. ملي كنا راجعين قلت لي الوالد اختي عايشة فين هي؟ صدم الوالد، صدم اللي طرحت عليه هاد السؤال هذا، وقال لا او شكون يكون قالها لي؟ قال لي يا شكون قالها لك؟ قلت لي شفتها في التصاور. قال لي عايشة مسكينة غبرات، ما بقيناش عرفناها فين مشات. ديك اللحظة بديت كندوي مع راسي وكنقول ويلي، الوالدة قالت بلي ماتت والوالد قال بلي غبرات، اش هادشي هذا؟ طرق كله وحنا راجعين وانا غير ساكت. ملي وصلنا للدار بديت كنتصرف عادي. ناس ديك الليلة وفقت في الصباح، وجدت الشكارة ديالي ضركت عينيا ومكمش يديا تميت خارج. قالت لي الوالدة صبر نمشي معك عثمان. قلت لها ما كلاش الوالدة صافي راني داير بالوصية ديالك وما تخافي من والو. مشيت بوحدي، وصلت المدرسة دخلت القسم عاود تاني جلست بوحدي، وتا واحد ما بغى يجلس حدايا. واحد اللحظة وانا نسمع اسمح لي عافاك، كان واحد الصوت زوين وباينة ديال شي بنيتها غتكون زوينة. ملي دارت لقيتها بنت كيف ما تنبأت، جلسات وكدير في القلعة فوق الطاولة. بقيت كنشوف فيها وعجبني الحال، عجبني الحال بزاف. حسيت بلي ردات لي الاعتبار قدام التلاميذ كلهم اللي كانوا كيضحكوا علي. قلت لها واش متأكدة؟ قالت لي علاش مالك انت ماشي بنادم؟ ما كتهمنيش هضرة الناس. انا كانت عندها شخصية قوية بزاف، كانت كتشبه لي. قلت لها شنو سميتك؟ قالت لي حنان. مهم دوزنا الدرس، وحنان لعبت دور كبير في انني اتأقلم في المدرسة. كانت مسكينة كتكتب لي وكدير لي اي حاجة. من بعد شهر ولينا صحاب، ما كانت فرقوش، دراري كلهم كانوا كيخافوا مني، وهادشي كامل بسبب عيشة قنديشة. ملي تصرت على حنان سولت على عيشة قنديشة، وقالت لي انا سامعة بها ولكن ما عارفة والو، ولكن غادي نسول لك بابا. قلت لها عافاك سوليه، وحاولي ما تبينيش ليه بلي شي واحد اللي مسافتك. قلت لي صافي كون هاي. من بعد يومين تلاقينا عاود تاني، وصدماتني حنان ملي قالت لي بلي عايشة قنديشة. هاد الاسم هو في الاصل ديال واحد الجنية، وكانت معروفة بالجمال ديالها اللي كان كيفشن الرجالة، كانوا كيشبعوها على رغبة منهم انهم يمارسوا معها الجنس، وملي كانوا كيتقربوا ليها كانت كتقتلهم وكتشرب من الدم ديالهم. ولكن عيشة قنديشة اللي معروفة هنايا وكل شي كيخاف منها هي إنسية، يعني بشر بحالنا بحالها، وراها مشدودة مسكينة في واحد الدار مدة طويلة، وتا واحد ما قدر يقتلها حيت غادي يمشيو للحبس. حبسوها تما وخلاوها مسكينة عبرة لأي واحد كيأدي الناس ديال الدوار، وهادو كانوا الأوامر ديال الشيخ، حيت كانت كدير تصرفات خيبة. وش حامل مرة شعلات العافية في الدوار، وكانت كطيح وكتبقى كدوي في شكال. قلت لها ما قالش لك باباك فين كاينه هاد الدار هادي؟ قالت لي لا. ما بغيتش نبدا نكثر في الأسئلة باش ما يعيقش بيا. اجي انت علاش كتسول؟ قلت لها راك شفتي في الدراري في القسم كيقولوا لي خو عايشة قنديشة، خفت لا تكون بصح اختي ديك الدرية. جبت التصويره وريتها لها، قالت لي صافي اليوم غادي ندير مفجدي باش نعرف فين كاينه ديك الدار. تمينا راجعين في حالاتنا، رجعت للدار وتكيت في بلاصتي،
وبقيت كنشوف الصورة ديالها وكنقول فينك أختي، كنوعدك إذا كنتي انت اللي محبوسة ما غاديش نخلي شي واحد يأذيك، وغادي ندير كل ما في جهدي أنني نعاونك. المهم دوز هاد النهار هذا، ما بقيتش كنلعب وليت مهموم وفقدت ديك المتعة ديال الطفولة. في الصباح غير فقت فطرت مشيت كنجري باش نتلاقى مع حنان باش نعرف منها المعلومات اللي وصيت عليهم. ملي تلاقيت بها تمينا غادي وعودت لي على الدار، قالت لي يا راني سولت الوالد قدرت نعرف منه فين كاين الدار بالضبط. اكتشفنا باللي الدار قريبة من هنايا وباللي حتى واحد ما كيزعم يدوز من حداها، وأغلبية الناس ديال الدوار والدواور المجاورة كيعتبروها منحوسة. قررت أنا وحنان تمتم نمشيو نشوفو البلان كي داير. بقينا غاديين حتى وصلنا لديك المنطقة. حنان خافت، شديت لها في يديها هو قالت كتشوف فيه، قلت لي عثمان؟ قلت لي أنا راها يدي نورمال وحتى عيني راها نورمال، هاد المدة كلها والعائلة ديالي كيحاولوا أنهم يحميوني حيت أنا زهري. أنا عارف بلي ما غادي تقولي لحتى واحد، بطبيعة الحال إلا بغيتيني نبقى حي. قلت لي نفكر. بقينا غادين وكنضحكو حتى وصلنا لديك الدار اللي كانت خارجة منها واحد الريحة خيبة بزاف. حنان ما قدرت تستحمل ومشات بعيدات، ولكن أنا كانت عندي رغبة قوية، كنت باقي نعرف اش واقع تما بالضبط. بديت كندور بجناب ديال الدار وكنحاول نكتشف، كان واحد الشرجم ولكن عالي عليه شوية. جبت واحد الصندوق تكيتو على الحيط وطلعت وبديت كنحاول نطل من داك الشرجم، ولكن ما كان كيبان والو، كان ظلام. بديت ديك اللحظة كندوي، عيشة، هي عيشة كتسمعيني؟ عيشة شوية وانا نسمعها بحال شي حاجة تحركات. اش كنقول عيشة الا كنتي كتسمعيني قولي شي حاجة. خشيت يدي بشوية وقلت لها عيشة الا كنتي خايفة من شي حاجة ولا غير قسيني نعرفك باللي مازال هنايا. خشيت يدي وبقيت كندوي تقريبا شي 3 ديال الدقائق والو، قلبي كان كيضرب بسرعة من الخلع. بقيت كندور في يدي تما في داك لي سباس لداخل ولكن والو، وكندوي والو. يلا غادي نخرجها، هوي تشد لي يدي بقوة وعضاتها. اي بديت كنغوت وكنبكي، حطلقي انا اخوك طلقي. بديت كنغوت والو ما بغاش تطلقني. ديك اللحظة جبت التصويرة من جيبي وخشيتها لداخل بيدي التانية، بقيت كنغوت انا اخوك عيشة، انا اخوك عثمان. ديك اللحظة تلقات العضة ورغم ذلك بقات حاطة فمها على يدي. خدات التصويرة وبدات كتبكي كتنخصص. قلت لها عيشة، لا عيشة لا ما تبكيش غادي ندير كل ما في جهدي باش نخرجك من هنا، كان وعدك. عافاك عيشة، عافاك انا اخوك الصغير وكان وعدك، كان وعدك بلي عمرني غادي نسمح فيك. ديك اللحظة سمعت حنان كتعيط عثمان درت وقالت لي يا هرب عثمان. سمعت الصوت ديال الناس قريب كيهضروا مع بعضياتهم، تخلعت هبطت رجعت الصندوق كيف ما كان وعلقت انا وحنان. بقينا غاديين كنجريو واحد اللحظة ما قدرتش نتحكم في راسي، بديت كنبكي بالجهد. بقات فيا عيشة، كيفاش تبقى مسدودة تما مدة طويلة وكل وحليها الماكلة وكتزبل في بلاصتها بحال الخنزير. تعصبت بزاف وبقيت كنبكي، وحنان تاهي بدات كتبكي ملي عرفات بلي هذيك راه اختي. عنقاتني حنان وقالت لي ما ديرش بالك، حنا غادي نفكوها من تمايا، وانا كنظن بلا ما تقول والديك هادشي هذا.
حيت مادام ساكن وافقوا لك كبتهم انها تعيش هكاك، يعني هادشي قوى منهم. درت بكلام حانا، رجعت للدار وانا كنتصرف عادي، ولكن ما كنقول حتى كلمه. قالت لي الوالده والوالد مالك ساكت؟ قلت لهم نتوما خايفين، ما عندكم شخصيه، علمتوني ما خرجت لساني. انا ساكت. ديك اللحظه بديت كندوي مع راسي وكنقول تهدن عثمان، تهدن، حاول تصرف عادي. والصراحه واخا هكاك حاولت ولكن ما قدرتش، كان صعيب عليا. ملي حطات والدة الماكله وانا كنتفكر باللي عايشه مسكينه كتاكل في الظلام ويعلم الله شنو كيلوحوا ليها، والحياه اللي كتعيش الظلام الاولى، حطيت حدا فمي وبدات كترعد يدي. قلت لهم لا 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 لا، كيفاش عطاتكم خاطركم تعيشوا هاد العيشه بحال هكا؟ كيفاش عطاتكم خاطركم تخليو عايشه في ديك الدار تاكل وتشرب وتزبل بلاصه بحال خنزير؟ كيفاش؟ واش ما عندكمش ضمير؟ واش كتقدروا تنعسوا نورمال مرتاحين؟ دويو قاموا مصدومين فيه، ما فهموا والو. الوالد ناض وبغى يصرفقني ويتعواج لي يديه. بديت كنغوت وكنهلل، جاتني نوبة عصبية، غيبت. ملي فقت لقيت الوالدة جالسة هدايا وكتمسح لي على راسي. ملي حليت عيني بديت نبعد راسي على يديها. قالت لي يا ولدي انا غادي نعود لك كل شيء. ملي تزادت عيشة كانت نورمال وكان كل شيء كيبغيها. ملي وصلت ل 18 عام كانت هي اجمل بنت في الدوار، ونقدر نقول لك بلي كانت اجمل بنت في المنطقه كلها. كانت ايه من الجمال، وكان عزيز عليها راسها. كتبقات تهلا في راسها بزاف وكتبقى مقابله غير المرايه. واحد النهار واحد الموسخين ديال الدوار بقاو قانين عليها، وملي كانت جايه من البير خطفوها وداوها لواحد الارض وبغاو يتعداو عليها. بدات كتغوت بالجهد، وقدرنا احنا كاملين في الدوار نسمعوا الغوات ديالها. كلشي مشى كيجري. ملي وصلنا لقينا دوك الدراري كلهم مقتولين بطريقه وحشيه، والدم كان فم ديال عيشه، وغير كتشوفو مصدومه. شيخ تدخل وقال لهم ما نعيطوش للجندارم، وهادو اصلا غير مغتصبين موسخين وشفاره كيستاهلوا هادشي اللي وقع لهم. الا ديناهم الجندارم غادي يتشدوا بالحبس، وحنا بغيناهم يتعاقبوا. حنا كنا عندنا بنات ما بغيناش يوقع لهم داكشي اللي وقع له العيشه. رجعنا عيشه للدار، وكان كيجي ديما الشيخ يشوفها، ولكن الحاله ديالها بقات غاده وكتدهور. بدينا كنديروا ليها الرقيه على اساس انها صح، ولكن عاد ما كانت كيتزاد عليها الحال، والهمجيه ديالها بدات كتزاد. حتى واحد النهار قال لنا الشيخ باللي غادي يجيب واحد الراقي سوسي معروف وغادي يعاونها، وحنا ما كناش نقدروا نقولوا لا، ما كناش نقدروا نقولوا اي حاجه قدام كلام ديال الشيخ. الدو عيشه وما خلاونيش لا انا ولا باها نكونوا معاها، وحنا كنا باغينا غير تصح وترجع كيف ما كانت، كتضحك وكتلعب كيف ما كانت. من بعد سيمانه كنا ديما كنسولو، كيقول لنا الشيخ باللي مازال الحاله ديالها هي الحاله. مهم كاين تحسن، بقينا ديما كنسولو. كانت هذه هي نفس الهضره اللي كتعاود. حتى لواحد الليله جا عندنا الشيخ وهو كينهج، وقال لنا باللي بنتكم راها قتلات الراقي، وباللي ولات متوحشة كتقشل أي حاجة جات في طريقها، وراها قاع هرسات لي الأتات ديال الدار. المهم راه اضطرينا نسدو ليها في واحد الدار ديال واحد من الخدامة ديالي، وقررنا نخليوها تمايا. وراني جبت واحد الفقيه اللي غادي يسخر الجن ديال هاد المنطقة كلها،
باش يحميو ديك الدار، واللي قرب تما غادي يتشير. عارف هادشي غادي يجيكم صعيب، ولكن راه في المصلحة ديالكم وفي المصلحة ديال عائشة، وخاصكم تعرفوا حاجة أخرى. عائشة فيها الجن العاشق، ومن سوء الحظ ديالها أصعب جن هو اللي تملكها، ودابا راه غادي يبقى سجين معاه في ديك الدار. عائشة غادي نعطيوها تاكل وتشرب ونتهلاو فيها، اللهم هكا ولا تمشي للحبس، حيت داكشي اللي فيها ما بغاش يخرج، ما بغى يخرج حتى تموت. دونك المصير واضح، كنظن ديك الدار غادي غادي تلبي لها الحماية ديالها، حيت الناس ديال الدوار الا عرفوها خارجة غادي يقتلوها. حتى واحد ما غادي يسمح لشي واحد يأدي ليه ولادو. تعانقت انا وباباكو وبقينا كنبكيو، خوات علينا الدار، دوزنا العذاب والمعاناة. من بعد 5 سنين كنا ديما كنتهلاو في عائشة، وحتى اليومنا هذا. ديك الفترة بدينا كنفكروا نجيبوا ولد ولا بنيتي ونسوا علينا شوية ويعمروا علينا الدار. وحاجة وحدة اللي ما كناش كنتمناوها هي تكون ولا يكون زهري. حد ديك الفترة ولاو كيخطفوا دراري والبنات الزهريين بزاف باش يجبدوا بهم الكنوز. قاعد دواور جبدوا الكنوز وضحاو بوليداتهم وزيانت حالتهم، والدوار ديالنا بقى كيف ما هو، حتى واحد ما تزاد عنده ولد زهري. كنت انا ديما كنحمل وكيموتوا لي وليداتي بسبب طقس، وكنت انت غادي تكون اخر محاوله، ومن بعد صافي كنت غادي نرضب بالقسم لي الله. ولكن الحمد لله ملي شفتك اول مره عرفتك متشبت بالحياه، وباللي غادي تكون انت الشمعه اللي غادي نضويو بها حياتنا. ملي حقق فيك باباك مزيان عرفناك باللي انت زهري، وديك الفرحه كلها تحولت بكا. خفت لي يديوك علينا ويحرمونا منك كيف ما تحرمنا من عائشة. داكشي علاش هاد المده كلها وحنا كنحاولوا نخفيوك على بنات، حيت الدم ديالك مطلوب عند الجن، والجن بصفه عامه كيقدروك وكيدافعوا عليك، حيت كاينه واحد القرابه خفيفه بينك وبينهم. قلت لها الوالده اختي راه ما غاديش تبقى تمايا، سالينا ما يمكنش نسمح لنفسي نخليها تمايا. ديك اللحظه دخل الوالد وقال لي ولدي راه الا خرجتيها من تما غادي تنزل اللعنه على الدوار. قلت لي الوالد اللعنه نزلت على هاد الدوار نهار تزاديت انايا، وهذه العداله الالهيه. واختي تأدت من الجن والانس، وكنظن ما غادي ترتاح حتى تنتقم. نزيدكم حاجه اخرى، هاد السنوات كلها اللي عاشت اختي في ديك الدار مازال عندها احاسيس، مازال كتحس، مازال عندها قلب وكتبكي. شديت لها يديها وعضاتني ملي سمعتني بلي انا خوها. واش كتسمعوا ملي سمعتني بلي انا خوها؟ وريتها التصويره، بدات كتبكي، بدات كتبكي. سر كبير عند اختي وهي اللي عارفه. يلا بغا يدوي الوالد. قلت لي الوالد خلي الامور غدا هكا، الا كنتو نتوما خايفين انا لا، ولادكم اللي كانوا كيموتوا لكم كانوا جبناء، راه ماشي ماتوا بسبب الطقس. اما انا لا، دوزت ديك الليله وانا كنفكر غير في عائشه. ملي فقت في الصباح لقيت الباب مسدود بالساروت، وحاطين لي ورقه حدا الباب، هزيتها قريتها ولقيتهم كاتبين لي ما غاديش نسمحوا لك تضيع راسك، وحنا ما مستعدينش نخسروك وكنبغيوك. واش كتفهم؟ راه كنبغيوك بزاف. ودابا ننسى شي حاجه سميتها الخروج. بقيت كنقرا وكنبتسم وكنقول مساكن والديا ما عارفين والو. طلعت فوق الشرجم، درت يدي بجوج وبديت كنحلف الكرياج ديال الشرجم، وسعته مزيان وانا نخرج منه.
جبت سلم وطلعت قاد ديت القرياش كيف ما كان، ومشيت نيشا المدرسة. قيت كانت سنة حنان، ملي خرجت مشيت أنا وياها وعاودت ليها شنو كاين، وقلت ليها اليوم ما اليوم غادي تبلبل الدوار. قالت لي فاش كتفكر؟ قلت لها اليوم غادي نحل على اختي، واخا الشيخ مسخر الجن باش يحميو الدار، ولكن انا مادام وصلت تمايا وقدرت نقيس يديها دونك انا مميز وعندي شي قدرات في شكال، يلا بديت كنعيش فيهم. قلت لها غادي نقضي الغارات بالليل. قالت لي صافي نتلاقاو مع 12 ديال الليل. قلت لها واخا دابا انا غادي نرجع للدار قبل ما يجيو والديا، حيت سدوا عليا الباب ومنعوني. قالت لي او كيفاش قدرتي تخرج؟ قلت لها هذا واحد من القدرات اللي دويت ليك عليهم دابا. بقات كضحك وما فهمات والو. مهم رجعت للدار عاود تاني نفس البلان، تكيت في بلاصتي وجا الوالد والوالده هو، وبديت كنتصرف عادي. لقاوني كنلعب مع داك الجن، ملي شافوني كنلعب ارتاحوا. مهم قصينا تغدينا مزيان وخرجوا هما، وبقيت انا نهار كامل في الدار قيت شاد السون مع داك الجن. ملي وصلت العشيه جا والديا، كلينا وما حد الوقت كيدوز وقلبي كيضرب بسرعه كبيره. ملي وصل الوقت وكلشي ناس، طلعت الشرجم شويه وسات القرياش كيف ما العاده، وتميت نازل بلا ما ندير الحس، تميت غادي. والدوار كان خاوي صقيل من غير طياب العنب هو اللي كان مبلبل الدنيا هنايا. بقيت غادي وكنقول له الهدوء الذي يسبق العاصفه. بقيت غادي كنتسلت وكنظلام بزاف، ولكن كان ضو ديال القمره. ملي وصلت لقيت حنان كتسناني، مشيت انا وياها نيشان الدار اللي فيها اختي. كان ثقيل بزاف وكلشي ناعس. جبت داك الصندوق حطيته وطلعت عاود تاني فوق منه، وبديت كنطل عايشه هي عايشه انا جيت كيف ما وعدتك، انا جيت دابا وغادي نخرجك من هنا. بديت كنوسع في داك الكرياج، كنوسع فيه بحال كنوسع في البلاستيك. بقيت مضارب معاه حتى وسعته مزيان باش عيشه ما تلقى الصعوبه ملي تبغي تخرج. اللحظه اللي كنت خدام ونسمع في ودنيا سربي سربي راهم جايين ليك، بديت كنشوف في اليمين واليسار ما فهمت والو. بديت كنزرب حتى وسعت داك الكرياج مزيان، وبديت كندوي عيشه هي عايشة كتسميني، عايشة يلا خرجي اجي مدي لي يديك اجي. ما كانش رد الفعل، بحالا كندوي غير مع راسي وما كان حتى واحد لداخل. ديك اللحظة خديت قرار ونقصت ودخلت لداخل، سديتني فيه حيت كانت واحد الريحة ما نعاودش ليكم. بديت كنسمع الخطوات كيرجعو باللور وبحالا خايفة. قلت ليها عايشة انا خوك مستعد ندير اي حاجه، مستعد ندير كل ما في جهدي باش نعاونك، وحتى دابا غادي نخليك براحتك. مهم راني درت لك فتحه منين تخرجي، سيري وبعدي من هنايا وانا غادي نقلب عليك وغادي نلقاك فين ما كنتي باش نشوفك، حيت كنبغيك اختي. يلا تميت غادي، تميت غادي راجع في حالاتي. وهي تشدني من كتافي، عنقاتني واحتضناتني، عنقتها بالجهد ودينا كنتباكاو. قالت لي يلا سير اخويا. غسمعت ديك خويا الدموع بداو كينزلوا لي، طلعت وانا كنبكي. مشيت عند حنان وقاتني حالتي حاله، عاودت ليها وقلت ليها يلا نتحركوا. قالت لي بلاتي نشوف واش غادي يوقع. قلت لها لا راه سمعت فودني بلي شي وحدين جايين، ما عرفش شكون هما هادو. مشينا كنجريو بحالاتنا، مشات هي لدارهم وانا رجعت للدار. هزيت السلم وطلعت حليت الكرياج وعاود قديتو كيف ما كان.
غير درت هو يشعل الضوء. لقيت الوالد والوالدة فايقين. قالوا لي فين كنتي؟ قلت لهم توحشت اختي ومشيت عندها. بقاو غير كيشوفوا فيه وبحال ندم واحد جابوني لهاد الدنيا هادي. مشيت دخلت غسلت ومشيت تكيت في بلاصتي وداتني عيني. في الصباح سمعت الغوات وبنادم كيجري والهيلانة نايضة في الدوار. نط قفست لقيت والدي حتى هما فايقين ومصدومين. خرجنا كاملين كنجريو فين كانوا غاديين الناس. واحد اللحظة وحنا نشوفو الجقلة ديال عباد الله والعيالات كيغوتو بحال شي مصيبة واقع ومدرقين وجوه ولادهم بحال شي كارثة كاينة. والدي يبقاو كيشوفو فيه وكيقولو مع راسهم اش درتي عثمان؟ ملي وصلنا لقيناها ختي عايشة واقفة لابسة البيض وشعرها طويل بزاف وضفرانها طوال وشي خمسة ديال الريوسة حدا رجليها منهم الراس ديال الشيخ. ضربوا بها الناس ديال الدوار بداو كيسبوا فيها وكيعيروا فيها. بديت كنغوش انا وكنهلل. خطفني الوالد وسد لي فمي بيديه غير كنتركل في السما والو ما بغاش يطلقني. بدات اختي كتغوت وكتدافع على راسها وانا كنقاوم باش نمشي ندافع عليها ولكن تمكنوا منها. لاحوا عليها الشبكة وتحكموا فيها مزيان. داوها لواحد الغرفة وسدوا عليها. في الليل ولد الشيخ جمع الناس كاملين ديال الدوار وقال لهم هاد المرأة هادي يتماتنا في والدينا. ومن نهار حلات عينيها في الدنيا كانت عار على هاد الدوار هذا. واليوم غادي ناخدو حقنا بيدينا كاملين. جابوها مسكينة حطوها في الأرض في الساحة ربطوها مع واحد البوطو وحكموا ليها يديها ورجليها وداروا العواد قدام رجليها وبداو كيخوف في ليسانس. بدات اختي كدوي بواحد الصوت في شكال لا تا واحد ما غيقتلها هادي حب حياتي هلا عافاكم ما تاديوهاش. شويه كدوي بصوت عادي هلا ما درت لكم والو عافاكم ما درت والو. الوالد شادني وكيبكي وحاكمني بيديه بجوج وانا كنبكي. الوالده مسكينه غيبات غيبات من كثرة البكاء. اللحظه اللي شالوا العافيه دفعت الوالد بقوه ومشيت حداها وانا نغوت وهي تطفى ديك العافيه. الناس ديال الدوار كلهم تصدموا اش هاد الشيء هذا. واكثر حاجه صدماتهم هي ملي شافوني مسرح يدي وكندوي نورمال. اللي كيبغي يشعل العافيه كنضربو كنفزعو. قلت لهم هادي اختي وكان ضحيه ديال دوك الريوس اللي جابت. بقيت كنشوف واحد الراجل قلت لي علاش ما قتلاتكش نتايا وانت علاش؟ بداو الناس ديال الدوار كيغوتو كيصفرو. ديك اللحظه سمعت اختي قالت لي انا فخوره بك فخوره بك اخويا. وفي هاد اللحظه بالذات غادي نموت وانا فرحانه ولكن عافاك ما بغيتش نموت محروق. عافاك رحمني اخويا بغيت نموت على يديك نتايا. عافاك بقيت كنشوف فيها وكنبكي. الناس ديال الدوار كانوا كلهم دايرين بينا ومصممين على انهم يقتلوها. داو كيلوحوا في العافيه وانا كنبعدها كيلوحوها وانا كنبعدها واختي كتبكي. مشيت حداها وقفت من وراها وقالت لي انا غادي نبقى ديما معاكم ما تقلقش وما تبكيوش. عارف هادشي اللي غادي دير صعيب ولكن راه هو الحل. شويه دوات بصفه اخرى وقالت لي بعد وياك ديرها الا درتيها غادي ندمك حياتك كلها عايشه ديالي وما غادي تكون حتى شي واحد اخر غادي نعيش مع حياتي كلها. تعصبت ديك اللحظه وعرفت باللي اختي
كتعاني مسكينة كتعاني. قلت لي اسمع عايشة ديالي أنا عايشة خشي، سديت لها فمها ونيفة وبقيت كنزير عليها كنزير عليها وانا كنبكي كنبكي. بقيت حاط وجهي حدا وجهها وكنبكي بالجهد وهي كتركل. من بعد استسلمات وانا نغوت واحد الغوتة بحالها الروح خرجت مني انايا. غوت بالجهد، الناس ديال الدوار كلهم غيبوا كلهم طاحوا. ملي قلبت اختي لقيتها ماتت. فكيت لها يدي هو ورجليها وهزيتها فوق كتافي وتميت غادي بها. فيقت الوالد والوليدة، ملي شافوني هازة ما فهموا والو. تمينا غادي انا جيت المقبرة حفرت لها انا والوالد والتراب قاع فزقناه بالدموع. دفناها وتوادعنا معها وطلبنا منها المسامحة. تمينا راجعين ولقينا الناس ديال الدوار كلهم واقفين. قالت لي الوالدة هرب عثمان هرب، يلا غادي ندور. لقيتهم واقفين ورايا، شدوني وداروا لي السناسل في يدي ورجلي. جا واحد الفقيه وبقى كيشوف فيه وبدا كيضحك. مشى عند ولد الشيخ وعاود ليه فودني وخباه يلا ميت. بدا كيبتسم قال للناس ديال الدوار سمعوني يا ناس، عندي لكم واحد الخبر زوينه. واخا هاد المصيبه اللي وقعت مؤخرا ولد قاسم راه زهري، دول العيالات كلهم كزغرتو وفرحانين بحال ما واقع والو. قال لهم نتوما عارفين الدوار ديالنا فيه بير واحد وقرب ينشف، وباللي حنا افقر دوار في هاد المنطقه هادي، ودابا ربي جاب لنا الخير. نتوما عارفين الوالد الله يرحمه كان كيدير قانون، واللي تجاوزو المصير ديالو هو الموت، وباللي عمرنا اعتمدنا على الجوندارم انهم يحلوا المشاكل ديال الدوار ديالنا. داكشي علاش المشكل ديالنا حاليا حنا اللي غادي نحلوه. قاسم ومرتو خزنوا علينا باللي ولدهم زهري، وهادي مدة طويلة، يعني حرمونا من الفلوس، حرمونا من اننا نطوروا الدوار ديالنا واننا نعيشوا بكرامة. وبهادشي هذا راه ماتوا بزاف ديال العيالات وهما كيولدوا، ماتوا بزاف ديال الاولاد وهما مراد، ماتوا بزاف ديال الحيوانات بالعطش. داكشي علاش حنا كاملين غادي نحاكموهم، حنا كاملين غادي نعذبوهم، والعذاب غادي يكون هو اننا نرجموهم حتى الموت. حيت ما فكروش فيكم. هبطوا الوالده والوالد على ركابهم وبداو كيحزموا ليهم في يديهم. بديت كنغوت انا وقلت لهم عافاكم ما ديروا لهم والو، وانا مستعد ما نقاوم ما والو ونسلم نفسي باش تلقاو الكنز اللي غادي يعتقد الدوار من الفقر. عافاكم والدي يمساك راه ما داروا حتى شي ذنب، وراه اي اب وام غادي يديروا نفس الشيء. واحد اللحظه وقف واحد الراجل وتم غادي عند ولد الشيخ، ما عرف شنو قال ليه. ولد الشيخ بدا كيضحك وقال للناس الدوار واحنا دابا ولينا مع عصابه، واحنا ما احنا في هذا العالم. جيبوا لي حنان، حنان بنت مبارك. الناس قاعد تصدموا. مهم بدات كتغوت وباه بدا كيبوس الرجلين ديال الشيخ ودفعوا. وقال لهم حنان كانت كتخطط هي وعثمان ولد قاسم باش يهربوا عيشة قنديشة، داكشي علاش غادي تعاقب، ولكن بشرط الا لعثمان حاول انه يهرب، ديك الساعة غادي نقتلوهم. وانتوما يا ناس الدوار اللي غادي تقتلوهم، غادي تقتلوهم بالحجر. كيشوف فيا ولد الشيخ وقال لي واش كتسمعني عثمان؟ بقيت كنشوف فيه وقلت ليه براسي اه كنسمعك. داوني لواحد الغرفة وخلوني بوحدي. تفكرت اختي عايشة وبقيت كنبكي. كانت غادي تموت، غادي تموت، اللهم تموت على يدي ولا تموت محروقة. اختي مسكينة وشنو كتاب عليها ديك اللحظة وانا نسمعها، والله لا بقات فيك
نط قفزت وبقيت كنقلب ما بالي حتى واحد. دوز ديك الليله ومن وراها دازوا ليالي اخرين. ما عرفتش حاجه ديال الوقت داز بالضبط، ولكن واحد النهار خرجوني ولبسوني واحد جلابه بيضة وداروا لي الحنه في يدي وتم غادين بيا. اداوني لواحد البلاصه وكانوا كلهم لابسين جلالب وحاطين في الطبلة شمع وموس وجبانيات. بداو كيديروا واحد الطقوس شكال شويه ويتم جاي عندي واحد خونا هاز موس مد لي يديا وبغي يجرحني. ديك اللحظة ما شعرتش براسي، ولات عندي واحد القوة وبحال ما كنش كنتحكم في التصرفات ديالي. خطفت ليه الموس وخشيت وليه في عنقه، نط بسرعة ومشيت سديت الباب، قتلتهم كاملين بطريقة وحشية. كنت كنقتل وما كنتحكمش في راسي، بحال ماشي انا اللي كنت كندير دوك الجرائم. خرجت ومشيت كنجري، الجري ديالي تبدلات ولات عندي واحد السرعة كبيرة بزاف، والمشي ديالي حتى هي. بديت كنحس بلي عندي شي قوة خارقة. كنت كنسمع هضرة وكننفذها. الناس ديال الدوار الأغلبية ديالهم هربوا، الأخبار دارت بين الدواور كاملين وكل شي ولا خايف. واحد النهار مشيت للمدينة وخديت باف كبير بزاف، خديت كارت ميمور وعمرتها بالرقية. تميت راجع بدك الباف ومشيت لواحد المنطقة وانا نخدم فيه الرقية الشرعية. وتميت راجع الشجر بدك يتحرك بواحد الطريقة في شكال بحال كاين العجاج، ويالله دابا كان الجو صافي. كنت عارف راسي كندير شي حاجة ماشي هي هاديك، ولكن ما كنش قادر نتحكم في التصرفات ديالي. ديك الليلة عرفت باللي داك الجن اللي كان في اختي هو اللي مسيطر عليا دابا، والفكرة ديال الباف هو اللي بغى ينتقم من خوتو من الجن، كان بغى يحرقهم بالقرآن. بغيت نتفك منه ولكن لا، كان حس باللي انا اللي مسيطر عليه واللي هو باغي يخرج، ولكن ما قادش. ديك الليلة بقيت ناس وسمعتو كيدوي معايا، وكل هضره ديالو تبدلات. قال لي يا عافاك، بغيت نخرج، بغيت نمشي بحالي، عافاك. وحيت انا كنت عارف وعذب لي اختي قلت ليها والله لا كانت ليك، غادي تبقى معايا وغادي نعذبك مزيان. في الصباح ملي فقت وتفكرت بلي خونا بدا كيطلب فيا، عرفت بلي انا قوى منه وبلي هو ضعيف. بديت كنحاول نقاومه، كنمشي خطوه كرجعني جوج خطوات للور. بديت كنثيق في راسي وبلي انا صاحب هذا الجسد هذا، وبلي انا اللي كنقرر. من بعد 5 ايام بديت كنتحكم في راسي مزيان. مشيت نيشان كنقلب على والديا، كاع ما لقيتهم كاع. من بعد سيمانه ديال البحث رجعت للدار عاوتاني وهي تحل لي الوالده، كتبان مهلوكه بزاف وضعيفه ومكرفسه، وقالت لي ادخل. وداكشي اللي كان فيا كنسمعو كيقول لي لا ما تدخلش ما تدخلش، هرب هرب. ولكن انا كنت عارفو خايب، ما بغيتوش، مازال يتحكم فيا فين نمشي وفين نجي. تميت داخل مع الباب كنحس بيه بحال باغي يخرج مني. قلت والله لا كانت ليك، غادي تبقى معايا. سديت فمي وتكونسونطريت مزيان باش نسد عليه ودخلت. غير سدات الوالده الباب وانا نلقى واحد الفقيه بخ عليا بواحد الماء وانا نغيب. من تما ما حسيتش براسي حتى لقيتهم شاديني بالسناسل من عنقي ورجليا ويديا في واحد الغرفه اللي مظلمه. بقيت متكي وما عارف راسي فين كاين. داكشي اللي ساكن فيا حسيت بيه مضيق عليا وبحال خانقني وبحال كيحاول ينتقم مني. بديت كنحس بهذا الضعف هذا يوم ورا يوم، حتى صافي ولا متمكن مني. بديت غير كنترفع وكنتفكر كاع دوك اللحظات اللي دازو. تفكرت نهار دخلت على اختي لديك الدار وسمعت بحال الخطوات بزاف ماشي ديال شخص واحد، ونهار قالت لي يا بلي انا غادي نبقى ديما معاكم. بديت كنتوهم بزاف ديال الحوايج. واحد الليله كنت ناعس في ديك الغرفه وبديت كنسمع الاصوات،
أصوات بزاف كيقربوا لي. من بعد كانوا بزاف ديال المشاش كحلين، كنت كنحس بحالة كنحلم، ولكن أنا كنت فايق. ضربوا بي دوك المشاش حتى غطاوني كاملي، وما بقيتش قادر نتنفس. بديت كنتركل وكنسمع لداخل ديالي شي واحد كيغوت بعدو مني، عطوني التيقار. من بعد صافي بديت كنشوف غض بابا، وبديت كنحس باللي انا في عالم اخر. كان عالم مختلف، مختلف بزاف على ديالنا. كان الظلام والقمره كبيره بزاف، والمشاش غادين جايين وكلهم كحلين. كنت كندور بوحدي، وكانت قدامي مشة بحالها هي اللي غادية وكتوريني في الطريق. بقيت غادي تابعها. واحد اللحظة دخلتني واحد البلاصة كبيرة، وكانوا فيها بحال الخيال بزاف، كان الخيال كتير بزاف. جلست وكان حدايا كلب كحل حادر راسه. من بعد بدا كيدوي واحد من دوك الخيال، كنت قادر انني نسمع الصوت ولكن كنشوف غير الخيال. قال لي يا بلا شك انت كتستغرب وكتقول مع راسك فين انايا، وما عرفتش كيفاش كتشوفنا، ولكن هذا العالم ديالنا، العالم ديال الجن، وانت دابا راك في المحكمة ديال الجن. واللي جالس حداك راه الاسم ديالو هو طايكل، وهو من قبيلة بني دهمان. هاد الجني هذا اللي تملك الجسد ديال اختك ودار فيها ما بغى، ما بغاش يخرج منها حتى خرجاتها الروح. هاد الجني كان كيسعى فسادا ومدة طويلة، وحنا كنقلبوا عليه، وآخر حاجة دار انتقم القبيلة ديالو وحرقهم بالقرآن. هاد الجني كان مازال غادي يدير بزاف ديال المشاكل، وعمرو كان كيفكر انه يحبس لولا كنتايا. ملي ماتت الأخت ديالك حاول يتلبس الجسد ديالك، وملي دخل في الجسد ديالك حكم على نفسه بالسجن، حيت انت انسان زهري، والانسان الزهري كيتعتبر سلالة مباركة، والعلاقة ديالنا معها ومع هاد السلالة كتكون مختلفة. ملي دخل في الجسد ديالك ما بقاش قادر انه يخرج، ما بقاش قادر انه يهرب. دابا حنا بسببك اننا قدرنا نشدوه، واليوم غادي تعاقب قدامك. مهم توكيد وي، وانا كنقول اش هاد الهضرة هادي، اش التخربيق هذا، واش كنحلام انا ولا اش التخربيق؟ بقاو كيوب بزاف وكيقولوا لي التهم اللي دار، وانا كنت غير كندور في عينيا وكنقول له واش كان حلام ولا كان تخيل. كنت كنحس بلي انا حاضر معهم، وفي نفس الوقت لا. في الاخير حكموا عليه بالاعدام وقالوا لي واش انت راضي. قلت لهم اه. من بعد هاد المحاكمات داوني لواحد البلاصه في شكال، كنت جالس غير مع الخيال، وكان داك الخيال كيدوي معايا، وكنت كنقدر نتواصل معهم. واحد اللحظه جات واحد المشه وهي زحافه قام كتمشي كاع، هزيتها وبقيت كنلعب معها. حسيت بحال كنعرفها مزيان، بحال بيني وبينها شي حاجه. حسيت بواحد الاحساس زوين ملي هزيتها بقيت كنلعب معها. ديك اللحظه سمعتها داك الجني اللي كان كيحكم وقال ليها هو مستغرب فين كتعرفيه. قالت ليها ديما كنت كنلعب انا وياه. هون نتفكر داك اللعب اللي كنت كنلعبو في الدار. قلت ليها شحال عندها من عام؟ قال لي شهر. بقيت مستغرب. قال لي اه. قال لي كان اداها المجرم طايكل وما بقاتش قادره انها تمشى، وباش تشافى خاصها الدم ديال الزهري ويكون عاطي ليها بقلب نقي، وحنا راك عارف ما بغيناش ناديو حتى شي دري. جربنا نعطيو بزاف ديال الدم ديال الزهريين بلا ما ناديهم، ولكن ما عطاش نتيجه. الدم اللي خاصة تشرب يكون دم نقي، دم ديال واحد الانسان اللي عاطي داك الدم بكل اريحيه ومن كل قلبه. بلا ما نتردد قلت ليه انا نعطيه ليها. بقى ساكت. قلت ليه علاش ما كتبانش؟ قال لي قام تقدر تشوفنا كاع، الصفة ديالنا الحقيقية تقدر تصدمك. قلت لي ماشي مشكل غير بان. قال لي متأكد من اللي بان ندمت لاش قلت عليه، تراه تزعزعت. بقات بنتو كضحك شوية، جات مرتو وكانوا فرحانين بزاف،
وكلهم ديك اللحظه بداو كيبانوا لي بالصفه ديالهم. كانوا فرحانين بزاف وما قداهم فرحه حيت غادي نعطيهم الدم وغادي يفرحوا ببنتهم. مشيت نعست فواحد الطابله وقرب من حدايا باها، هز يدي وجرحني بضفرو وهز البنت الصغيره وبقات كتمص ليا فداك الدم. ديك اللحظه العائله كلها تجوقات عليا، كندور عينيا كيبانوا لي الجنون على الصفات الحقيقيه ديالو. كانت فيا المود ديال الخلع وما عرفتش كيفاش صبرت راسي. اش غادي نقول لكم الخوت، شي حاجه اللي ما نقدرش نوصفها. ملي كملاتها بدات كتركل في الارض، كلشي تخلع شويه وهي تنوض. ناضت وقدرات انها تمشى، كلشي فرح بزاف ورحبوا بيا. من بعد قالوا لي شكرا بزاف وعمرنا غادي نساو خيرك، وباش تعرف هادشي اللي كتعيشو معانا دابا راه غير اللاوعي ديالك ولكن راه حقيقي. نفس الاجهاد اللي كدير هنايا راه كتحس بيه في الجسد ديالك. مهم، هادشي اللي واقع هنايا راه تقريبا واحد النسبه كبيره كيشبه الاسقاط النجمي الا كنتي سامع به. قلت ليه لا لا عمرني سمعت به. قال لي مهم، هاد الليله غادي نضيفوك وقبل بينا وغادي نعطيوك واحد القدرات اللي غادي يعيشوا معاك حتى تموت. هادشي كامل على الشجاعه ديالك وطيبه القلب ديالك. داوني لواحد الكوان وبقيت جالس كنشوف داك العالم ديال الجنون كيلعبوا وكل اللي كيتفرج وكل اللي ناعس تماما بحالنا. غير هو حنا الحمد لله خلقنا الله في احسن تقويم. بقيت غير كندور، واحد اللحظه شفت الجقله وبحال كاينه شي مطايفه. ملي قررت لقيتهم نيت مطايفين دايرين كومبو وجنون كيتفرجوا. بقيت حتى انا كنتفرج. من بعد ربح واحد الجن، خواو لي الطريق قدامي بحال كيتحداني. تميت الداخل بقاو كيشجعوا فيا بحال كيقولوا لي سير ضارب معاه. مشيت وخونا كيخلع وكيبان عملاق. كنت في الاول غير كنقول غير نضحك معاه وهو يدفعني. دفعني برجلي وانا نطيح للارض، نط وانا معصب وانا نضربه بكروشي وهو يطيح للارض بدا كيتركل من كثره الالام. ما فهمت والو، او جنون قاع هربوا مني وتخلعوا. درت لقيت داك الجني بوديك جنيه صغيره اللي كنت كندوي معاه، لقيتو كيضحك وقال لي ما تستغربش راه الله ميزكم بقوه جسديه اقوى منا. بقيت غير كنشوف. ديك اللحظه بديت كنتفوه، قال لي قريب تفيق، يلا يلا بعدا تاكل وديك الساعه ممكن تمشي. مشيت جلست معاهم وجابوا لي 4 ديال الكيسان بحال فيهم العصير، كل واحد واللون ديالو، واحد صفر واحد احمر واحد خضر وزرق. شربتهم كاملين، كان فيهم واحد المذاق مختلف وعمرني ذقته في حياتي كلها، مذاق زوين بزاف. ملي كملته كترت من تفوه. قال لي داك الجن بلي هادشي اللي شربتي غادي يعطيك قدرات خارقه كتميزك على باقي البشر وكتعطيك السلطه على الجن بشرط انك تستغلها في شي حاجه اللي مزيانه. قال لي هي غمض عينيك. هز يدي حط لي فوق راسي وفوق تمتم لقيت راسي في واحد الغرفه كتبان مهجوره. قلبت يدي وبانت لي ديك الندبه ديال الجرحه اللي كانت شربات من هذيك الجنيه الصغيره، والمشكل كتبان قديمه بزاف. ويلي اش واقع وكيفاش جيت انا هنايا؟ نطلقت راسي لابسه ليكوش. او اش واقع، شي واحد كان كرعاني هنايا. بديت كنغوش الوالده الوالد. ملي خرجت ما لقيت حتى واحد، ولقيت بلي هاد الكوخ هذا كان مهجور وما كاين حتى واحد. تميت غادي ونلقى السنسله بقيت كنشوف فيها ودرتها في عنقي وتميت غادي. تلاقيت بواحد الراجل وسولته على الدوار ديالنا، قال لي راه بعيد على هنايا بتقريبا ب40 كيلومتر. تميت غادي حتى وصلت للدار اللي كانت فيها اختي. فكرت باللي انا اللي قتلتها، محملتش راسي وجاتني صعيبه نتقبلها. تميت غادي من الجهه الاخرى حتى وصلت للدار. طليت ما لقيت حتى واحد في الدار. الدار ديالنا كانت كلها مغبره من الداخل وبرا بحال مساكن فيها حتى واحد.
خفت لا تكون وقعت لوالديا شي حاجه. اللحظه غادي نرجع لقيت واحد المراه شيباني شافتني وهي تصدم. كلاش ما تقولها حتى واحد، الوالده والوالد وحنان. اش وقع لهم؟ قالت لي ولدي راه شادهم ولد الشيخ ومدوز عليهم العذاب، هادشي كامل باش يكونوا عبره للناس ديال الدوار. قلت لها شحال داز ديال الوقت؟ قالت لي ولدي شي عام دابا تقريبا. فين كنت يا ولدي وكيفاش هربتي وسمحتي في والديك؟ قلت لها مهمتي ما تقولي حتى واحد راك شفتيني. بقيت غادي وكنقول اش هادشي هذا، واش هادي مبوقه ولا ماله؟ كيفاش عام؟ كيفاش هربت؟ بقيت غير كندور، بقيت غير كندور تما وكنقلب فين شادينهم. من بعد ساعة سمعت الغوات والناس ديال الدوار دايرين حالة استنفار، كلهم خارجين وكيقولوا اتما نرجع وخاصو يموت. عرفت بلي شيبانية قالتها لهم، بداو كيقلبوا عليا. سلت من اللور ديال الدوار وبقيت غير غادي كنجري، حتى لقيت راسي قدام الدار المهجورة اللي كانت فيها اختي. طلعت ليها وتضمقت فيها، بقيت مكواني فيها، دوزت فيها الليله كلها حيت بقيت كنسمع الناس ديال الدوار غادين جايين. وبقاو تقريبا حتى الصباح عاد مشاو في حالاتهم. في الصباح طلعت الشمس ودخلت الغرفه، وليت قادر نشوف شنو كاين في هاد الغرفه هادي. بقيت كنشوف كتبه في الحيط سميت الوالد والوالده، ولقيت ورقه معقوده ولاصقه في الحيط. هبطت حليتها وبديت كنقرا وتصدمت، لقيت اختي مخليه رساله كتعاود فيها اش واقع، بلي الشيخ والراقي كانوا كي ينوموها، وكان الشيخ وصحابه كيتناوبوا على الاغتصاب ديالها وهي فاقده الوعي، وبلي اول حاجه اللي مخليها تنفس هي الرغبه في انها تقتلهم، تقتل الناس اللي تعدوا عليها. وكتبات عاود تاني بلي كتعذب نفسيا بسبب واحد الجن اللي تملكني، وباللي احسن حاجه ممكن توقع ليا هي نموت. كملت القصه بالدموع على الخوت. بقيت كنقلب عاوتاني في ديك الغرفه، ولقيت مجسمات مصيبين بالكارطون على شكل العاب ديال الاطفال وبزاف ديال الحوايج، وكان شعر كتير هنايا، وداك الشعر كان اللون ديالو مختلف، كانوا جوج ديال الالوان. ما فهمت والو، وقلت يمكن الشعر ديال اختي غادي يكون داس مده طويله ويكون ويقدر يكون تبدل لي اللون. مهم دات الرساله في يدي وخرجت كنقلب فين كاين الوالده والوالد وحنان. مشيت للفيرمه ديال الشيخ وبقيت عاس تما، وكانوا الكلاب بزاف حدا الباب ديال الفيرمه ديال الشيخ. بقيت متردد كيفاش غادي ندير، الا دخلت وشافوني غادي نضرب كلشي في الزيرو، وعاود تاني غادي يشدوني وعاود تاني. ديك اللحظه قلت مع راسي تفو كون غير كنت جن ما كنبانش. ديك اللحظه سمعت الهضره ورايا، بقيت مصمر في بلاصتي وحاد راسي باش ما يشوفونيش. والصدمه هي دازو من فوق مني، بقيت كنشوفو ومصدوم وكنقول له شو واقع؟ واش تكون هذه قدرة من القدرات اللي عطاوني دوك الجنون اللي دوا عليه داك الجني؟ ويلي تميت داخل الفيرمة وكندور بكل حرية وبلاد ما كيشوفنيش. عييت من قلب ديك الساعة، كنقلب فين حابسينو وما لقيتش فين. بقيت جالس حدا ولد الشيخ وفين ما مشى كنمشي. واحد اللحظة جات عنده واحد خدامة وقالت ليه الشيخ، قلت لي مع راسي اياه وليتي شيخ. قالت لي راه خاص نعطيهم ما ياكلوا، راه من البارح ما كلاوش. قال لي طيبي اليوم البيض عطيهم كون غماتو هنا ونتفو. جبات الخدامه ملي مشات طيبات البيض ودارت ثلاثه ديال الطباصل، ارتاحت وبقيت كنقول لا زعما يكونوا الطباصل ديال الوالد والوالده وحنان، زعما يكونوا مازالين حيين. بقيت تابعه حتى دخلت للزريبه، حلات الغرفه الاولى حطات فيها طبسيل والثانية والثالثة. غير مشات وقلت مع راسي نرجع كنبان، وبديت كنحس بالأشياء. حليت الباب الأول لقيتها الوالدة غير شافتني مسكينة صدمات وبقات كتغوت،
قلت له الوليد ما ديريش الحس، راه ما عارفينش بلي انا هنايا. كانت مربوطه بالسناسل وحالتها حاله، عنقتها وبقيت كنبوس فيها. قلت له الوليده غادي نخرجك من هنايا، وكان وعدك بلي هادشي هذا غادي يسالي. انا غادي نمشي نشوف الوالد وحنان. يلا كنت غادي ويتشدني من يديه، درت عنده ويتشد السنسله بيديها وقالت لي السنسله ديال عائشه. كانت ديما كتقول لي ماما ملي غادي نكبر ونولد حتى انا غادي نعطيها لبنتي. زعزعاتني الوالده ويلي، تميت غادي وانا مرفوع. مشيت شفت الوالد عنقته وطمأنته باللي غادي نخرجو من هنايا، ودخلت عند حنان لقيتها مقلقه. قلت لي صافي تفكرتيني، خليتينا هنا ومشيتي. قلت لها قصه طويله حنان، ودابا صافي انا رجعت وغادي نخرجكم من هنايا. قلت لها حنان ما توحشتينيش؟ بقات غير ساكته. قلت لها هي اه؟ قالت لي شكون قال لك اه؟ لا سيدي. قلت لها صافي هي اه، حيت المرأة ملي كتقول لا كتقصد اه. بقيت كندوي معها ورفعت لها المعنويات، وقلت لها بلي هادشي قريب غادي يسالي، وعمرني نسى الخير ديال حنان. كانت ديما معايا واقفة معايا. من بعد خرجت ومشيت نيشان للدار اللي كانت فيها اختي، بقيت غادي وكان خمام. الا كانت اختي هي اللي عندها السنسلة، اش وصلت السنسلة لذاك الكوخ اللي فقت ولقيت راسي فيه؟ ودوك الالعاب لا ما يمكنش تكون اختي ولدات هنا. لا لا لا، اش كتخربق عتما؟ لا ما يمكنش. طلعت للدار وبقيت كنقلب، واحد اللحظه سمعت صوت شي واحد كيمشي بشوايه. شديت القنت وحبست الانفاس ديالي. من بعد نزلت بنت تكون قدي تقريبا، بدات كتقلب في الارض بواحد الطريقه غريبه. جبت السنسله وقلت ليها تقلبي على هادي. شافتني وهي تخلع وهزات عليا حديده. ملي قربت للضو قلت ليها باغا تضربي خالك؟ بقات كتشوف فيا مسكينه، وهي تلاح عليا وعنقاتني. كانت فوتوكوبي ديال اختي ملي كانت باقا صغيره. بقينا كنتباكاو بجوج. قلت لها انا معاك صافي، المعاناه غتسالي، انا معاك وعمرني غادي نخليك. بقينا جالسين ومعانقين، وعاودت لها داكشي كامل اللي وقع لي، ودرنا خطه اللي غادي نعتقوا فيها الوالد والوالده وحنان. الغد ملي فقنا مشيت نيشان الفيرما ديال ولد الشيخ، دخلت للبيت ديالو، هديت ورقه ونكتب فيها قول الحقيقه ولا غادي تموت، من بعد وانا نغبر. ملي جا خونا في الله وشافها تصدم، عيط على الخدامه كاملين. خدامه مساكن كلهم كيبكيو وقالوا ليه بلي راه ماشي حنا. بقيت كنمرد فيه، كل مره كنخلي ليه علامه. واحد الليله سطيتو مزيان، كيحط التليفون ديالو كيرجع ما كيلقاش. ملي كيقلب عليه كيلقاه في بلاصه اخرى. بقيت عاست عليه حتى وليت عارف الكود ديال التليفون ديالو، خليته حتى دخل دوش. جبت التليفون ديالو حليته وانا نسجل واحد التسجيل. قلت ليه ها انت دابا كدوش، ولكن قريب غادي تموت. ملي خرج تكا في الناموسيه، جبت التليفون ديالو حلو، ويتبان لي لابليكاسيون ديال الريكوردين طالع. خدم داك التسجيل، ملي سمعو هو ضرب التليفون مع الحيط، خرج كيجري هو ومخلوع. جاو كاع الناس ديال الدوار جمعو تمايا. من بعد نقصت الرجاله كاملين اللي في الدوار، بديت كنمرد فيهم. بدات الهضره كدور في الدوار بلي صافي الروح ديال عائشه رجعات، وكتعاقب اي واحد اداء. يوم على يوم الناس ديال الدوار ولاو كيصليو وكيدعيو مع عائشه. كنت ديما كنشوف القبر ديال عائشه. واحد النهار تفاجات ملي بانوا ليا شي ثلاثه ديال العيالات واقفين وكيزوروها وكيطالبوا منها المسامحه. من بعد تقريبا 15 يوم خرجوا الوالد والوالده واعتذروا منهم كاملين، وخرجوا حتى حنان. ولكن انا كنت مازال خدام في اللعب ديالي. الليله اللي حطيت الرساله ديال عائشه حطيتها لولد الشيخ حدا راسو. ملي فاقو قراها جاتو الموت ديال الخلعه.
اللور ديالك كتبت عليها. هاد الرسالة غادي تقرا على الناس ديال الدوار كاملين باش يعرفوا بلي انا دافعت على الشرف ديالي. الغد ليه ولد الشيخ جمع الناس ديال الدوار كاملين وقال لهم الحقيقة وقال لهم بداكشي كامل اللي وقع، والناس كلهم اللي كانوا عارفين الشيخ والفساد ديالو كلهم اعترفوا باللي كان انسان مجرم وكان كيدير بزاف ديال الحوايج. الناس ديال الدوار كلهم ولات عندهم شخصية ولاو كيعبروا على راسهم واعترفوا بداكشي كامل اللي كان كيوقع قدام عينيهم وهما ساكتين. وحيت انا كنت عارف باللي الناس ديال الدوار ما عندهمش واحد الدرجة كبيرة ديال الوعي، وصلت ليهم باللي عايشة كاع ما ماتت كاع غير الروح المعذبة ديالها. بديت كنلعب الدوار كيف ما بغيت، وكان ولد الشيخ هو اللي كيوصل المعلومة. نهار كليب اللي يقول له الناس ديال الدوار ملي غادي تجي عايشة غادي تحفر لكم 4 ديال البئر وغادي تبني لكم مدرسة، وهاد الفلوس كلها اللي غادي تبنى بهم هاد الشيء هذا اكتشفته في الفيرما ديال الشيخ. واحد الليلة كان ولد الشيخ كيجبد في الفلوس وكيقول له غادي نهرب ونخلي هادشي كامل هنايا. الغد لي ديت لي الفلوس كاملين وخليت لي رسالة قلت لي هاد المرة ديت لك الفلوس، المرة الجاية غادي ديرها ولا ها غادي تمشي الروح ديالك. من بعد تقريبا شهرين كنت متعافق انا وبنت اختي اللي سميتها حتى هي عايشة. والشيخ قال للناس ديال الدوار باللي نهار الحد غادي ترجع عايشة وكل شيء غادي يرحب بها والحياة غادي ترجع للدوار. والدي الحدود الساعة مازال ما عارفين والو، كيعياو ما يسولوا فيا ولكن ما بغيتش نحرق اليوم المفاجأة. نهار الموعود ديت عايشة خديت لها حويج ومشطات شعرها وكانت كتبان ناضية. وصلنا للدوار وكان كل شيء واقف غير وقفت انايا وبقاو كيشوفوا فيا. قلت لهم الناس ديال الدوار اليوم تعطاتكم فرصة اخرى، كانوا بزاف ديال السياح والناس اللي كيجيو لهاد المنطقة هادي والمدن المجاورة كيتعاونوا مع الدوار هذا. ولكن الشيخ كان مكبر كرشو وكان كيتهلا غير في راسو، والخطأ ديالكم نتوما هو انكم كنتو كتآمنوا به. دابا سالينا، كل واحد عنده الحق يعبر لراسو، كل واحد عنده الحق يقول لا. واليوم عطاتكم حياة فرصة انكم تطلبوا السماحة من عيشة، عيشة البنت اللي ظلمتوها حبستوها وحكمتوا عليها، واخا هي مسكينة كانت كتعيش المعاناة. من يوم اي واحد كيامن بالشعوذة والسحر غادي يخرج من هاد الدوار هذا، من اليوم غادي نعيشوا مسالمين فرحانين. بغيتكم كاملين صفقوا بحرارة العيشة. تم الداخل عيشة وكل شي بدا كيصفق. الوالدة شافتها وهي تغيب، الناس ما فهموا والو، الصغار تعلات في المكان. مشيت عند والدة فيقتها وتميت غادي بها. قلت لها يلا تشوفي حفيدتك، راها فوتوكوبي ديال عيشة ملي كانت باقا صغيرة. مشات الوالدة عند عيشة وعنقاتها وبقات كتبكي هي وياها. ديك اللحظة تمو جاي العمال وبداو الخدمة ديالهم في انهم يحفروا البئر. كان كلشي فرحان وعمرني شفت الدوار بهاد السعادة هادي. درنا اجتماع كبير وحيدنا هاد القضية ديال الشيخ، تا واحد ما بقى كيحكم في الاخر، كل واحد كيتصرف بالحرية ديالو. من بعد بدينا كنبنيو في مدرسة. هاد الفترة كل ولد الشيخ ما زقلتوش، كنت ديما كنضحك عليه وديما كنتفلى عليه. بقيت معاه حتى تسطى. هادشي كامل حيت كان عارف باش كان كيدير، ورغم ذلك مشى في صفو. داكشي علاش كيستحق العقاب. دوزنا الطفولة ديالنا وحنا حاكمين الدوار متحكمين فيه، والحمد لله الأمور مشات مزيانة. من بعد عامين الدوار ديالنا ولا أحسن دوار في هاد المنطقة هادي. دازوا أعوام وأعوام، كبرنا وعيشة ولات بحال مها، وحنان ولات غزالة تبارك الله. بقيت عايشة الفترة كلها وأنا حافظ هاد السر هذا، وعمرني قلتو لحنان ولا الوالديه. نهار بديت كنضحك معاهم كنت غادي نسكت ليهم القلب. واحد النهار كنت خارج مع حنان وقلت لها تخيلي معايا دابا تدخلي للدار تلقاني ناعسه في البيت ديالك. دارت يديها في راسي وقالت لي مسكين ضرباتك السخانه. ملي مشات للدار لقاتني ناعس في البيت ديالها. باقي كنتفكر كانت غادي تحماق. شديتها بقات كترعد وكتبكي. هذا شرحت ليها، ورغم ذلك ما تفهمات حتى دازت تقريبا واحد 3 شهور. الحمد لله قدرنا في الدوار ديالنا اننا نمنعوا
اي حاجه كتعلق بالسحر والشعوذه وتسخير الجن، ولكن الدواور اللي كانوا حدانا كانوا خدامين على هذا المنوال هذا، وكنت كنشوف بزاف ديال الحالات، دريات اللي عندهم ظروف بحال اختي عائشه. داكشي علاش قررت انني نكون راقي. الحاله اللي كتجي عندي كنحط يدي فوق راسها وكنقول لك الجن اسمع بلا ما ندوي، ياك بلا ما ندوي دقيقه كيمشي في حالاته، وهادشي كامل بداك البوفوار اللي عطاوني الجن. كنت كنفرح بزاف ملي كنفك بزاف ديال الدريات، بزاف ديال الدراري كانوا مسحورين مساك. السمعه ديالي ولات كبيره بزاف في هاد المنطقه، وصلت حتى لمراكش، ومن مراكش ولات في المغرب كامل. كنت كنتصدم من الحالات الكثيره بزاف، وكنقول له الله يهدي مخلق. من بعد تقريبا مده ملي تشهرت انايا، الدوار ديالنا ولا كبير بزاف، بزاف ديال الساكنه كانوا في الدواور المجاوره ديالنا قرروا انهم يسكنوا معنا. من بعد جمعوا الناس كاملين وقالوا لي والو انت اللي غادي تكون الشيخ ديالنا. بقاو معايا وفي الاخير وافقت، وليت انا هو الشيخ ديال الدوار. تزوجت انا وحنان ودرنا عرس كبير بزاف، استمتعنا فيه وكنا فرحانين. كنت فرحان وكنحمد الله وكنشكره على بنت عائشه، حيت كل ما كانتش كنت غادي نبقى ديما مأثر وما حاملش راسي، وعمرني كنت غادي نسامح لنفسي. الرقيه كنت كندير للناس فابور، رغم ذلك كانوا كيجيبوا لي هدايا، هديه ورا هديه، حتى وليت اغنى رجل في المنطقه، وفي النهايه سميتو دوار عائشه. الحدود ساعه جرب جوج قدرات، القدرة الأولى أنني نختفي، والقدرة الثانية أنني تكون عندي السلطة على الجن. الثالثة والرابعة الحدود الساعة مازال ما عرفتهاش. كانت هذه هي القصة ديالي. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من شي حوايج وخديتوا العبرة من شي حوايج، وأهم حاجة تكونوا استمتعتوا معايا. كانت هذه هي القصة ديال اليوم متابعي سفيان ستوريز. إذا كنتي أول مرة غادي تشوف قناة ديال سفيان ستوريز، خلي اشتراك بدون تردد، خلي لايك وتعليق الى تفرجتي في هذه القصه هذه، وقول فيه الراي ديالك. كنبغيكم كاملين، ودائما كنسعى انني نقدم لكم الاجود، ودائما نكون انيس ديالكم في الوحده ديالكم، ودائما كنتمنى ندخل لقلوبكم عبر المسامع ديالكم. ما تنساوش ديما سفيان ستوريز. المستوى قال لكم باي باي.